اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سئل. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول. دعوتك فأجبتني وسألتك فأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني. اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.